السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نتحدث اليوم عن سر من أسرار الله، عن كنز من الكنوز العظيمة التي ربنا عز وجل أرشد إليها عباده الصالحين. إنها سر وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن سر وفضل لا إله إلا الله، وقلنا بأن كلمة لا إله إلا الله هي سر الوجود ومفتاح الجنة. لكن اليوم، ما حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه الكلمة لها دلالات ومعاني كثيرة، هي صغيرة في المبنى لكنها عظيمة في المعنى. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. ويعلم حقيقة هذه القاعدة الخبراء في علم الميكانيكا الذين يدرسون حركية الوجود وتغيير الأشياء، كما يدركها أيضا أهل الله الذين ينظرون بقلوبهم وأرواحهم في جلال الله وكلمة الله. هذه الكلمة الطيبة لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى كنز من كنوز الجنة، وتسمى غرس من غراس الجنة، وتسمى كنز من تحت العرش، ووحدها كفيلة بمغفرة الذنوب والخطايا، ووحدها كفيلة بدخول الجنة بلا حساب ولا عقاب، ووحدها ممكن أن تحصل على كل مبتغاك في الدنيا. تتحول من الفقر إلى الغنى، وتتحول من المرض إلى الصحة، تتحول من الهم والغم إلى السعادة والسرور، تتحول من العزوبية إلى الزواج، تتحول من الهزيمة إلى النصر. كلمة عظيمة جدا، حتى إن بعض العلماء قالوا من كان يخاف ويخشى الدخول على الملوك والأمراء والكبراء، إذا كان يخاف ويخشى أن تدخل عند القاضي أو عند رئيس الشرطة أو أي مسؤول وشعرت بالخوف، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وسوف يلقي الله تعالى في قلبك الطمأنينة والسكينة. أي شيء خفت منه، من الجن، من الفقر، من المستقبل المظلم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وسترى العجائب والقدرات. هذه الكلمة أول من علمها الله تعالى علمها لحملة العرش. لما خلق الله عز وجل العرش، وما أدراك ما العرش؟ نحن عندنا الكوكب الأرضي وحوله مجموعة من الكواكب التي هي 9 كواكب، زحل والمريخ وعطارد والقمر والزهرة، كل هذه الكواكب كما قال الشاعر: زحل شرى مريخه من شمسه فتظاهرت لعطارد الأقمار. والكواكب الأخرى والمجرات والأفلاك كلها يالله كتساوي ذرة أمام عرش الرحمن. العرش عظيم جدا. لما خلق الله الملائكة انتدب 8 منهم أن يقوموا بحمل العرش، قال: يا ملائكتي أنتم 8 احملوا هذا العرش. فلما رأوه تهيبوا، قالوا: يا ربنا أن لنا أن نحمل هذا العرش. استعظموه كما قال النبي الكريم، استعظموه. فقالوا: أن لنا أن نحمله. فقال الله تعالى: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالها الملائكة حملوا العرش بكل أريحية،
حملوه ببساطة، لم يشعروا لا بتعب ولا بمشقة. ويروى أنه لما خلق الله تعالى أبونا آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له سجدوا، ويقال بأن الله تعالى قد أعفى هؤلاء الثمانية من حملة العرش. فقال بعضهم لبعض: لعل الله تعالى قد أعفانا من حمل من السجود لآدم، لأننا مكلفين بمهمة جسيمة بحمل العرش. فلما علم الله تعالى مقالتهم قال لهم: إذن اتركوا العرش. فلما تركوه تهاووا وتساقطوا فتمسكوا بالعرش، فعلموا أن العرش يحملهم لا هم يحملونه. كل شيء بأمر الله. أيها المؤمن الحائر، أيها المؤمن الخائف الذي يخاف على رزقه ويخاف على وظيفته ويخاف على مستقبل أبنائه، لا تخاف ولا تحزن، كل شيء بأمر الله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله. أهل الله تعالى كانوا يتبرؤون من حولهم، إذا أرادوا أن يقوموا بأي شيء كانوا يتبرؤون من حولهم، فيقولون: أتبرأ من حولي ومن قوتي، أتبرأ من حولي ومن قوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم ينطلق في العمل. يا سلام، ربنا عز وجل يجعل التوفيق حليفة ويجعله موفقا ومباركا وناجحا وفالحا. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله سر عظيم. المؤمن مفروض أن يبدأ بها في صباحه الباكر، حينما تخرج من بيتك عليك أن تقول: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته وقال الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له ملك: قد هديت ووقيت وكفيت. أن تقول هذه الكلمة، ملك من السماء مسخر يقول لك: يا عبد الله لقد هديت وعوفيت وكفيت. فإذا تعرض إليك أو إلى سبيلك شيطان فإنه يقال له: يا هذا كيف بعبد قد هدي وعوفي وكوفي ووقي. فأحرصوا أيها الأحباب الكرام أن أول ما تبدأون به حياتكم الصباحية في اليوم، حينما تخرج من بيتك قل: بسم الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسترى عجائب ذلك في نفسك. أهل الله كانوا لا يفترون عن ذكر هذا الكلمة الطيبة ويعتبرونها غرس من غراس الجنة. في الحديث الصحيح أنه في الإسراء والمعراج، لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد السماوات العلى رفقة جبرائيل عليه السلام، التقى به إبراهيم الخليل فقال: يا جبريل من معك؟ قال: معي محمد ابن عبد الله. قال: أوقد أوحي إليه؟ قال: نعم. هل بعث؟ قال: نعم. فقال: دعني أكلمه. فسلم سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدم له وصايا، ومن الوصايا التي قدم الخليل عليه السلام للنبي الشفيع ماذا قال له؟ قال: يا محمد أوصي أمتك أن يكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها غرس من غراس الجنة، فإن الجنة تربتها طيبة وأرضها واسعة، قل لهم يكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها غرس من غراس الجنة. لهذا كان الصحابة الكرام من الأنصار والمهاجرين، وكان التابعين وكان الصالحون عبر التاريخ دائما يكثرون من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، غرس من غراس الجنة. ما تكسبه من مال وتروى في هذه الدنيا لن تأخذه معك إلى القبر، إنك سوف تخرج من الدنيا حافي القدمين عاري الجسد. كلنا نخرج حفاة عراة، لن نأخذ معنا لا شواهد علمية ولا مناصب ولا تروات، وإنما تأخذ الحسنات. ومن أعظم أبواب الحسنات هذا الغرس العظيم، غرس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبر بأن هذه الكلمة تسمى أيضا كنز من كنوز الجنة، وكأن الجنة مراتب وفيها كنوز بعضها أعظم من بعض، ومن أعظم الكنوز المخبأة في تراب الجنة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. مما يروى في صحيح البخاري ومسلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في غزوة خيبر، وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن قيس وأخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال: كنا في غزوة خيبر وكانت مستعصية، ولما انتصر المسلمون كانوا راجعين في الطريق، فوصلوا إلى مكان وبدأوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تنادون غائبا ولا أصم، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. فسكتوا، فيقول عبد الله بن قيس: وأنا كنت خلف دابة النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له: يا عبد الله، قال: لبيك يا رسول الله. قال: تعالى أقول لك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: هذه الكلمة التي ترددها لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة. فهذه الكلمة تقال حينما تغلب أو حينما ترى أمرا ربما تكرهه وتريد أن يتغير ويتحسن، قل هذه الكلمة، ربنا يسهل وييسر. هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام فيها من الخيرات والبركات ما الله به عليم، فعلينا أن نكثر منها جميعا. إذا شعرت بأنك مغلوب على أمرك قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شعرت بأنك فقير، بأنك محتاج، بأنك مهزوم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله وسترى عجائبها. مثلا هناك بعض الناس يشعر بأنه لا يستطيع أن يصلي، وإذا أراد أن يصلي شعر بتعب. هناك مفتاح كي يكون عندك نشاط للصلاة والعبادة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبشرنا بأن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر، وقال العبد الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال العبد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فيقول العبد أشهد أن محمد رسول الله، فيقول المؤذن حي على الصلاة، فيقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول المؤذن حي على الفلاح، فيقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فيقول العبد الله أكبر الله أكبر، ثم يختم المؤذن لا إله إلا الله، فيختم العبد بلا إله إلا الله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. مجرد أن تقولها مرة واحدة في العمر كنت من المبشرين بالجنة، لأن ربنا عز وجل يفتح الأبواب على مصراعيها ويجعلها مغفرة للذنوب. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غفر الله جميع ذنوبه، لأنه يستعين برب العباد. وقد سماها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات. يروي أبونا أبو درء الغفاري رضي الله عنه لما سمع النبي الكريم يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: يا رسول الله، ما هي الباقيات الصالحات؟ قال: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تسمى الباقيات الصالحات. علينا أيها الأحبة الكرام لكي نستعد لمواجهة مصاعب الحياة ولنيل المطالب ولقضاء الحوائج كلها، سيعطيك الله تعالى المفتاح، سيعطيك الله تعالى باب التيسير، وستجد بأن الحياة الدنيا كلها بسيطة وأمورك مقضية وحوائجك قد وصلت إليها، وستعيش حياة راضية مرضية في الدنيا وتلقى ربك يوم القيامة من أهل السعادة الأبدية.
اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله رطبة بها ألسنتنا وخاشعة لها قلوبنا. اللهم آمين يا ربي يا كريم. بسم الله والحمد لله، واعتصمت بالله وألجأت ظهري إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، وما النصر إلا من عند الله، وما صبري إلا بالله، ونعم القادر الله، ونعم المولى الله، ونعم النصير الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا الله، ولا يسوق الخيرات إلا الله، وما بنا من نعمة فمن الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأستكفي الله، وأستغني بالله، وأستغيث الله، وأستغفر الله. فاللهم يا رب العالمين، في هذا اليوم الأغر التي تجتمع معنا على أثير هذه الإذاعة في مختلف المدن المغربية وخارج أرض الوطن، نسألك يا مولانا بنورك وعظمتك وجلالك، ونسألك اللهم ببركة أم الكتاب وبفاتحته وخاتمته وما بينهما من صور شريفة وآيات محكمات، ونسألك اللهم ببركة التوراة وببركة الإنجيل وببركة الزابور وببركة القرآن العظيم وبصحف إبراهيم وموسى وعيسى الذي وفى، وبكل كتاب أنزلته يا رب العالمين على عبادك المؤمنين. ونسألك اللهم بآلاء الله وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وقوة الله وعظمة الله وسلطان الله ومنعة الله ومن الله وحلم الله وعفو الله وغفران الله وملائكة الله وكتب الله وأنبياء الله ورسل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم يا رب العالمين ببركة هذه التجليات افتح لنا جميعا أبواب التيسير، اللهم افتح لنا جميعا أبواب التيسير وأغلق عنا أبواب التعسير. اللهم ارزقنا جميعا القبول، وارزقنا التوفيق، وارزقنا السداد. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم شافنا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين. اللهم يا رب اصلح أبناءنا وذريتنا واحفظهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم بارك في أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، واجعلهن صالحات طيبات مباركات مرضيات مهديات. اللهم يا رب يا كريم، وزينهم بنور القرآن، اللهم وجملهم بجمال الإيمان. اللهم يا رب يا كريم، وأنزل علينا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير وأنزل علينا البركات من السماء، وارزقنا جميعا رزقا حسنا، رزقا طيبا، رزقا واسعا، رزقا عظيما. واغفر لنا يا مولانا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل التوفيق حليفنا، واجعل النجاح بابنا. اللهم يا رب واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الأحزان، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، واجعل بلدنا هذا المغرب بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب يا كريم، هذه اليوم هو مناسبة وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني الملك الباني. اللهم يا رب تغمده في واسع رحمتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وتغمد برحمتك الواسعة بطل العروبة والإسلام جلالة المغفور له محمد الخامس، وأسكن فسيح الجنات. اللهم وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم وبارك في من قلدته أمر عبادك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية وبطول العمر.
اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم اجعل حوائج الناس تقضى على يديه، اللهم وأقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وصنوه الرشيد المولى الرشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. اللهم كل رجالات هذا البلد الأمين، اجعلهم صالحين مصلحين موفقين مباركين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في وطننا، وارزقنا اللهم الخير والبركات، ورخص أسعارنا، وكتر أرزاقنا، وألف بين قلوبنا، واصرف عنا أهل السوء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وزادكم في الخلق بسطة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقربناه نجيا، ورفعناه مكانا عليا، سيجعل الله الرحمن ودا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليني، لا تخف إنك من الآمنين، لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. اللهم يا رب يا كريم، يا من قلت وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على خير خلقك سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.